هنا وهنا فقط يصنع وحوش التخدير. الجملة الخامسة يا جماعة أورال، بس أنا حاطط له السكيلتون بتاع الرد. السؤال بيقول إيه؟ كومبير الأنتا جنرال أكشن بتاع كل من تينيلول دربامين في الأول كده حد يدخل معايا، وأنا بقول لك أنت ما تتخضش لما تسير السؤال ده في لجنة شفوي ويقول لك إيه الأنتا جنرال أكشن. أنت عارف إن الميكانيزم في أي دواء كأنتا أنجينا هيلعب على حاجتين، يا إما يروح الدواء ده يزود الأكسجين سبلاي، يا إما ينقص الأكسجين ليه. فانت معاك المفاتيح اللعبه، بس يعني العب بيها براحتك خالص. عندنا ثلاث ادويه، الاولاني اتينيلول ده بيتا بلوكر، تمام، والدواء الثاني دربامين ده كالسيوم شاي بلوكر، وده برده كالسيوم شاي بلوك، بس ايه الفرق بين دربامين والنيفيدين؟ ده كان كاردو سيلكتيف، اما ده على البلاد فيزا. يلا شوف بقى مين عايز يدخل معانا. دكتور مين جاوب؟ الدكتور احمد جاوب، الدكتور ابو بكر جاوب، حد تاني يا شباب عاوز يجاوب السؤال ده؟ السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ الاتينولول ده بيتا 1 بلوكر، فيقلل الهارت ريت ويقلل الكونتراكتيليتي، حلو. فده هيقلل هي اكمل اتفضل تمام. فده هيقلل او عاوز احطها في الخانتين زي ما انت عاوز. تمام، الهارت ريت هيساعدنا في حاجتين، هيزود الاوتو سبلاي وهيقلل الاوتو ديماند. الهارت ريت اللي هي براديكال، حلو، بقدر احط كلمه ديكريز الهارت ريت في الناحيتين، ان انت لما بتعصر الهارت ريت انت كده بتزود الدايستول تايم، واحنا عارفين ان الكروناري اللي بتعمل سبلاي للهارت بيحصل في وقت الدايستول، فده زودت الدايستول تايمينج، يبقى انت زودت الديفيوجن تايم بتاع الهارت، فانت كده زودت السبلاي. وفي نفس الوقت لما بتقلل الهارت ريت انت بتنقص النيت، بتخلي الهارت ما يشتغلش كتير، تنقص اللي ايه الكاردياك ورك بتاعه. جميل، فانت كده حطيت حاجه في الناحيتين، ضربت عصفورين بحجر. ايه تاني؟ تمام، ثاني حاجه هيقلل الكونتراكتيليتي. احنا لسه بنتكلم على الاتينيرول صح؟ تمام، على الاتينيرول. لان بيتا 1 موجوده فوق على الاس اي نود، موجوده تحت على المايوكارديوم. فدلوقتي ما دام انت قفلت بيتا 1 هتقلل الكونتراكتيليتي، تحب تقول ناقص الكونتراكتيليتي في اي خانه؟ في الاوتو نيد، هتقلل الاوتو نيد. حلو، كونتراكتيليتي او كلمه ثروب فوليوم، احنا بنسميها ثروب فوليوم، هي صح؟ هي طيب تمام. طيب تحب ده كده رائع. ثالث حاجه تالت حاجة هتقلل اتفضل. البلاد بريشر، البلاد بريشر هيقلل برضو الاوتو، الاوتو نيد فور انكريز كونتراكتيليتي اللي هو الافتر لود، يعني هيقلل الافتر لود. كده بيلاقي قدامه مقاومة كبيرة جدا، لما انت قللت الدي بي فانت الهارت برضه لا الافتر لود قليل، فانت نقصت الورك. ما احنا اتفقنا ان الاكسجين ورك هيعتمد في ثلاث حاجات، البريد اللي رايح داخل على الهارت، الافتر لود اللي الهارت يجي يضرب قصاده، وحاجتين جوه الهارت، مين؟ الهارت ليك وسلوك فوليوم. فانت لو نقصت حاجه من الاربعه دول انت بتنقص الاكسجين ليك. خلاص احنا معلوماتنا مش سيستمها في دماغنا، معلوماتنا مش سيستمها في دماغنا، فانا بشوف الدواء ده بيلعب على اي واحده منهم، فالدواء بتاعك بنقص لك الهارت ليك ونقص لك الكونتراكتيليتي، فانت كده ادي النقطتين اللي جوه الهارت، بينقص الافتر لود يا سيدي، فادي النقطه اللي بعد الهارت، بس الموضوع بقى سهل وبسيط. تمام؟ تمام جدا. طيب ايه رايك اضيف لك حاجه بقى يا شباب؟ بصوا انا عايز اغششكم حاجه، اي دواء ارجو ان انتوا كلكم سامعيني، تقدر تحط نقص الهارت ريت ونقص الاستروك فوليوم في خانه الاكسجين سبلاي والنيد. اي دواء يعملك كده هيزود السبلاي ونقص النيد. فهنا واحد هيستغرب هيقول لي ليه بقى؟ وانا لما نقص الاستروك فوليوم او نقص الكونتراكتيليتي ايه علاقه ده بالسبلاي؟ مش احنا خدنا ان الكورونري دي بيحصلها بالفيوجن فقط وقت الدايستول؟ لما انت بتكونتراكت انت بتعملها سكويزنج وبتقفلها، فلما بتقلل الكونتراكتيليتي انت بتقلل الوقت اللي انت قافل فيه الكورونري، اللي هي بمعنى اخر بتزود الوقت اللي انت بتسبلاي بيه الهارت، فبتزود الاوكسجين سبلاي حتى لو بطريقه ريلاتيف او اندايركت. فانت على طول غشها كده، نقص الهارت اللي يتنقص السلوك فوليوم يعمل لك الحاجتين، يزود لك الاكسجين سبلاي وينقص لك الاكسجين نيد، وبالتالي هو انتي انجينا رائع. حلو جدا كده، برافو عليك يا دكتور مجدي، خلصنا الاتيني رول. نيجي بقى للخانه بتاع الفيرابامين، اتفضل قول معناها. الفيرابامين تقريبا نفس الاكشن بتاع البيتا بلوكر الاتينولول. فيرابامين هيقلل الهارت ريت، حلو، ويقلل الستروك فوليوم والكونتراكتيليتي والستروك فوليوم والكونتراكتيليتي. ايوه كده البنت زودت السبلاي ونقصت النيد، يعني نقدر نحط هنا برضه نفس الكلام صح ولا لا؟
حلو كمل. جدا، برافو عليك. في حاجه تانية نزود معاك، ما دراميل يعمل لك بازل دايليتيشن. دراميل ممكن تحط معاه كلمه انه بينقص الافتر لود. تمام، لا لا بس هو انا انا مايلد مايلد، لا مايلد افكت، مايلد افكت على الفيكتور. ماشي صح، فمش هعتمد عليه قوي، انا بعتمد انه بينقص الستروك فوليوم، فده طريقته في النقص الاكسجين ليك. حلو، التجميعه دي مش عندك في الورق يا شباب، فانت ممكن التجميعه دي تخليها عندك، تزودها عندك في الورق اللي معاك بتاع البي دي اف. نيجي بقى بنفيديبن. ها النيفيدبين ده فاسكولو سيلكتيف، فيعمل حلو، بيشتغل على بيعمل البلاد فيسل. حلو جدا، على البلاد فيسلز فاز دايليتيشن وريفلكس تاكي كارديا، وفي نفس حلو. الوقت هيعمل طيب كوروناري فاز دايليتيشن، فهو هينفع في يبقى البرين قول لي بريتال بس، انجينا. تمام، حلو، هو دلوقتي بيتكلم على الميكانيزم اوف اكشن بتاعه، انت كده قلت كل حاجه جميله. هل النيفيدبين يخدمك في خلال زياده الاكسجين سبلاي ولا لا؟ خلي معلوماتنا لا منظمه، لا، ما ايه رايك؟ يعني هو يخدمنا من ناحيه، والناحيه الثانيه ادفيرس افكت. ازاي؟ من ناحيه ان هو يعمل كورونري فاز دايليتيشن صح، فهيزود ادي السبلاي، بيزود الاكسجين سبلاي عند بس من الناحيه انما الثانيه لو حصل ريفلكس ريفلكس تاكي تاكي كارديا فهيزود هي هيقلل الاوتو سبلاي وهيزود الاوتو نيد. صح، هي دي مشكله النيتروجين في الانت انجن، عشان كده قالوا حاجه من الاثنين، يا اما تنقص الدوز نستخدم معاها بيتا بلوكر او نقلل الدوز او نعملها سستيند ريليز. كان فاضل اخر حاجه عشان نخلص الصلاه دي، ان في ديمن بما انه بيعمل بازو دايليتيشن فنقص لك البلاد بريشر، بينقص الافتر لود، فديت الميكانيزم الثانيه له ان هو بينقص الاكسجين نيد. فاحنا كده حطينا كل حته في مكانها. تمام، شكرا يا دكتور مجدي، ربنا يبارك فيك، يعني كانت افاده وكان سؤال صعب بس احنا جمعناه بطريقه كويسه جدا. هنيجي للسؤال السادس دلوقتي، اللي عايز يبص عليه دلوقتي ثرو اند فورس بس كوريكشن. اربع جمل، حد عايز يشارك؟ مين يشارك؟ ما مش لازم تقرا، انت ادخل على طول، سمي اللي كده ادخل برجلك اليمين. كالسيوم كالسيوم شانل شغال. بلوكر بريفنت الكالسيوم انفلوكس باي بلوكينج الاوتر سيرفيس اوف اللي طيب كالسيوم شانل. غلط، ليه؟ المفروض الانر سايد. الله عليك، صح، يعني انر سايد ده الفخ، يعني الجمله كلها تبقى صح، جمله عريضه وحته صغيره فيها اللي بتغلط، يبقى دي غلط. اوكي تمام، اللي بعدها يلا. بيتا بلوكر وكالسيوم شانل بلوكر كان بي يوزد فور treatment of AF with Wolf Parkinson White syndrome. غلط برضه. ليه مش هما ممكن نستخدمهم في الاس في تي سوبرا لا فنتليكولار تاكي كارد بس ما ينفعش والاي مع اف الولف سوبرا بيركنسون فنتليك؟ وايت سندروم، ايوه عدى تستخدم مش الابيض محتاج كتير رون. قوي، الله عليك، برافو ابو حميد، لان انت البص مش له لازمه، وقعدنا نشرح في ايه الميكانيزم بتاع الولف اكسسوري باس بيركنسون واي اللي هو كنت باندل. بالظبط، الله عليك. فهم هي وقفوله في الاي بي، الامبلس اللي جايه من اي اف مش هتنزل، لكن مش هيوقفوا الاكسسوري باندل، فبالتالي ملهاش اي كتير لازم، ده بالعكس ده هي كده هتسيطر اكتر. الحل الوحيد اللي ينفع في الحاله زي ديت هو أميودارون. الاميدرون. برافو عليك، جمله كبيره يا احمد، برافو عليك. اللي بعدها جليسرايد ترينيتريت increase الأكسجين سبلاي and decrease الأكسجين نيد فور الهارت. اولا ده نيتريت، النيتريت هو صح بيساعدك، النيتريت دوت انجينا صح بيشتغل ان صح بتنقص النيد وزود السبلاي، ترو ترو فبتنقص النيد ماشي، لان هي بتعمل برضه دايليتيشن. دلتيشن. اوكي، فتنقص الضغط، تنقص الضغط بتنقص الاصل. حلو، طيب لو انت فاكر هي كانت فينو دايليتور اكتر ولا ارتريو لا هي ليفل؟ مور فينو دايليت. حلو، لما تنقص الفين البلاد سبلاي، قصدي الفينوسيتين، انت بتنقص البريلود، ولو نقصت الارتريول انت بتنقص الافتر لود، فانت كده حلو قوي، بتنقص الاكسجين، بتنقص الاكسجين نيد، ده كده جميل. لكن بقى هل بتزود الاكسجين سبلاي؟ خلينا في الحته دي، هل هي بتزود الاكسجين سبلاي؟ ما هي مش بتعمل فازودايليتيشن؟ تعمل برضه روتيشن يمين للكورونري، صح ولا لا؟ هي تيجي تحت خانه نزود الاكسجين سبلاي. هو ما قالكش احسن حاجه في الانجينا، لان لو حصل منها ريفلكس تاكي هتبقى يعني صح؟ لكن هو بيسأل نعم عن نقطة معينة، هل هي بتعمل زيادة السبلاي ونقص النيد؟ أقول له أه صح، لأن هي فعلا بتزود السبلاي ونقص النيد. فاهم قصدي؟ نعم نوصل لك اللي أنا عايز أوصله في السؤال ده. هو ما قالكش إن النيتريت ده أفضل حاجة في الأنجينا، فتقعد تقول لا ما لو عملت ريفلكس تاكي تبقى وحشة. هو بيسألك على نقطتين وبس، الجملة دي صح ولا غلط؟ تحليل في الآخر. صح.
اوكي ماشي. أربعة سايكليك جي سايكليك ام جي دي ام بي. مديت الفاز دايليتور اكشن وبوس نايتريت والاستايل كولين أيوه والبيتا 2 اجونست. غلط، فكر بالراحة يا أحمد، ليه غلط؟ او عشان البيتا 2 اجونست. ليه؟ يعني البيتا 2 أجنس هيحصل بودي ريتيشن معاه، بس هل عن طريق سايكليك سايكليك ام جي ام بي، بي؟ سايكليك ام بي. الله عليك، برافو عليك. بص، النيتريت فعلا والاسيتايل كولين بيعملوا بودي ريتيشن عن طريق سايكليك جي ام بي، ماشي. دي جمل الام سي كيو اللي بتيجي وتلخبط الناس، لكن انتوا ما شاء الله وحوش. بيتا 2 أجنس ده اللي احنا قاعدين نتعب فيه طول الوقت اللي فات، يعني الواحد لما يلاقي الحمد لله المراجعه معاه بيحس ان تعب الواحد ما راحش، هذا الحمد لله بعمل. صح يا ابو حميد، بيتا 2 اجنس لا بيبقى عن طريق سايكليك كيمي، الجمله دي غلط. شكرا يا احمد، ربنا يبارك فيك. شكرا. ندخل على السؤال رقم 7.